أعلنت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس قبولها الترشح رسميا عن الحزب، وتعهدت هاريس خلال المؤتمر الوطني للحزب بشيكاغو بالعمل على إيقاف الحرب في غزة. في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض وفي 37 دقيقة، أعلنت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس قبولها الترشح رسميا عن الحزب، وطرحت أجندتها المستقبلية المتضمنة لعدد من القضايا الداخلية والدولية التي ترسم مستقبل العلاقات الخارجية للولايات المتحدة في حال فوزها. وفي خطابها أمام المؤتمر الوطني للحزب كانت القضية الفلسطينية حاضرة، حيث تعهدت هاريس بالعمل على وقف إطلاق النار في غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير. ما حدث في غزة على مدار 10 أشهر مفجع، أرواح بريئة فقدت، هناك أشخاص بائسون وجوعى يفتقدوا للأمان، حجم المعاناة تفطر القلب. أعمل مع الرئيس بايدن على وقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين. من حق الشعب الفلسطيني الحصول على حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير. وتأتي تعليقات هاريس في الوقت الذي ضغط فيه النشطاء المؤيدون للفلسطينيين مرارا وتكرارا على ممثلي قضيتهم في إجراءات المؤتمر الوطني الديمقراطي، بينما تجمع متظاهرون آخرون في شوارع شيكاغو وساروا نحو مقر المؤتمر طوال الأسبوع. وعلى مسار الحزب الديمقراطي، أكدت هاريس أنها ستقف بجانب أوكرانيا والحلفاء في الناتو، إلا أنها على النقيض ستكون غير ودودة مع زعيم كوريا الشمالية. تعهدات المرشحة الديمقراطية شملت إقرار تخفيض ضريبي لدعم الطبقة المتوسطة، وشنت هجوما حادا على ترامب قائلة إن عودته إلى البيت الأبيض سيكون لها عواقب وخيمة. أما ترامب فقد علق على خطاب هاريس قائلا إنه لا مستقبل للولايات المتحدة تحت قيادة هاريس، وإنها ستقود البلاد نحو حرب عالمية ثالثة نوعية. حرب التصريحات والهجوم على الخصم جزء من الحملات الانتخابية التي تشهدها الولايات المتحدة في السباق إلى البيت الأبيض.